آلاف الحبات المخدرة وعشرات الكيلوغرامات من مادة الكريستال أتلفت بهذه المحرقة في خطوة تنفذ لأول مرة في البصرة التي تعد الأعلى نسبة في تجارة الممنوعات وضبطها من قبل القوات الأمنية. احنا اليوم إن شاء الله بدأنا بالمرحلة الثالثة من إتلاف المخدرات اللي هي مضبوطة في دائرة الطب العدلي في البصرة. اليوم المواد اللي احنا أتلفناها هي 183 كيلو اللي مضبوطة فقط في محافظة البصرة. أطباء متخصصون في معالجة متعاطي المخدرات أشاروا إلى أن البصرة تعتبر من الأوائل في نسبة تعاطي مادة الكريستال، بينما كشفوا أن أسعار الممنوعات انخفضت بعدما توفرت مواد أخرى كالحشيشة والأفيون، وهو أمر دق ناقوس الخطر على المجتمع في البصرة للخلاص من هذه الآفة الخطيرة. في ضمن الإحصائيات اللي موجودة، المسح اللي صار عام 1917، البصرة من الأوائل في بعض الأنواع من المخدرات وخاصة الكريستال، لكن بمرور الزمن سهولة صارت وجود بدائل أخرى في محافظة البصرة على غير الكريستال، بدأت الحشيشة والأفيون ومواد أخرى أيضا غريبة، لذلك صار السعر الكريستال هو أقل من السابق. يعني اللجنة الحكومية التي تمثل وزارة الصحة في الإتلاف من جانبها أشارت لسعيها الدؤوب في مواجهة خطر الممنوعات، حيث يأتي ذلك الدور من خلال السعي لافتتاح مزيد من مراكز معالجة المدمنين في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى. حقيقة الشق الثاني من عملية مكافحة المخدرات هو متابعة علاج المتعاطين وإعادة دمجهم وتأهيلهم في المجتمع. موجود عندنا مراكز في البصرة، موجود في الديوانية، موجود في بغداد، واعتيادي في المستشفيات جميعها هناك ردهات خاصة لعلاج الإدمان. إتلاف 327 ألف حبة مخدرة و 183 كيلو من الكريستال في هذه المحرقة، بينما التحديات الأمنية مستمرة في مقارعة المتاجرين بالمخدرات. خالد السلامة لقناة الفلوجة، البصرة.